ها هو ولدي ها هو ولدي ها هو ولدي. ماما مش كتهضر مع ولد اختي في التليفون. ها هو ولدي غالي. المهم اسمع ماما كتهضر مع ولد اختي. كاين غير انا وماما في الدار في الصباح فاقش يجي عندي وتقول لي وسلمى ردي فطري معايا بنيتي. قلت لها ماما سيري قلبي عليا الله يرحم باك خليني نعس ونوضي افطر بوحدي نوضي تخدمي لي كرم عصي اسلمو مو بعد من دخلني الناس نوضي يا بنيتي الله يرضى عليك. ميمكنش شنو بغيت نقول لك شتو واش مزيان تكونوا نجوا بوحدكم اللي عند والديكم باش مزيان باش كيكونوا خوات شاتشي بقاي نعس بلا ما تنوضي. هاي لزامي كدايرين صافا لاباس عليكم جيسبيغ تكونوا كلكم بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا الفيديو ديالي اليوم يا زامي غادي نمشيو لافاك. كنقول لو انا كنحملهاش ديري هادشي كون قلت لكم انا غادي نمشي لمدرستي راه كنت فرحانه 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 ناري سبحان الله كلشي كيتبدل وحق الله. فاش دابا فاش كنت كنقرا في المدرسه وكنشد ديك العطله ناري كيفاش كنمشي كل حماس للمدرسه واو واو ونمشي مع الثمانيه ونمشي مع الجوج وما نعياش والمدرسه ونتلقى بصحابي وواحد كنضحك وواحد ناري داكشي زوين وحق الله. علاش كنتوما اللي باقا كتقرا في المدرسه كتلبسوا الطابليه وكتشيو المدرسه والله حتى احسن الايام احسن الايام في الحياه هما الايام هما زعما احسن الاوقات في الحياه هما فاش كنكونوا كنقراو في الكوليج وفي الليسي وكندوزو ديك الاوقات الزوينين فني فني ما تقولي طلعوا لافاك داكشي مزوين شي زعما. ايوا صافي لي زامي قلت لكم اليوم غادي نمشيو لافاك حيت القرايه بدات صافي حنا خاصنا نجمعوا راسنا ونجمعوا الضحك حيت بقى لنا والو ان شاء الله لا ليسونس. واليوم غادي نبارطاجي معكم ماي سكين كير حيت نتوما ديما كتبقاو تقولوا سيرا بارطاجي معنا بارطاجي معنا غنبارطاجي معكم روتيني الصباحي شنو كندير في الصباح قبل ما كنمشي لافاك وغادي ندوزو معايا نتوما هذا النهار كامل اي حاجه درتها غادي نصورها ليكم وخليكم معايا.
انا معصبه ما لقيت ملبس مقبول. انا كنقلب في الماري لقيت كاع حوايجي مقزبين، ما عرفتش غندير. طلع لي الدم، ارجع نعس ما غنمشيش. اصلا انا مولفه كنقرا في البيت، كاع ما مولفه كنقرا في الصيف. ويلي تبقى سر زامي، شنو غندير دابا؟ انا شنو غندير؟ شنو غندير؟ شنو غندير؟ شنو غندير؟ شنو غندير؟ شنو غندير؟ نتسلف عند اختي شي حاجه زعما، اختي حوايجها كبر على حوايجي، نتسلف شي حاجه زعما. دابا طاح لي واحد البلان في راسي مؤخرا في التيك توك، كيديروا واحد ترند ديال كيت انسبيرا ولا شي نقرا. اتونسيون قلت لكم مؤخرا طلع لي واحد ترند في التيك توك كيت انسبيرا من بينتريست. سبحان الله جبت حتى يطلع لي هنايا سلمى فاضل انسبيري دي طابلو. طابلو كنت كنستعمل من طابلو باش نديرهم في البيت. شنو كنت كنقول لكم؟ قلت لكم مؤخرا في تيك توك بزاف كنشوف كيديروا هذاك الترند ديال كيت انسبيرا من بينتريست. قلت حتى انا ندير ندخل نقلب في بينتريست الا بلي شي اوتفيت عندي بحالو ولا قرب لي ديال شي حاجه عندي البس بحالو، لكن ما عنديش تريكوش مستورين. نقلب باش نقلب ندير شي محاوله، ما يمكنش. من قبل وانا كنقلب في بينتريست وما لقيت والو على زعما لبست هذه اللبسه. انا نخليها لكم هنايا تشوفوها. شفتوها على زعما معجباتنيش، هذا الغوز مشعشع وهاد لي زيبول مزوينينش وهاد السروال مقزب. معرفتش علاش السروال مقزب بزاف، وقرا هو السيد ديال واكل. معرفتش انا ولفت لبست السروال طوال وبوي فريند بزاف وهذا جاني في شكل معرفتش، ولكن التريكو هاد التريكو المربع كاع ما عجبني، ردي بحال سبونج بوب. غنحيدو، غادي نقيد شي حاجه اخرى، غادي نعاود ندير شي محاوله اخرى في مانيويا وغادي نقيد شي حاجه اخرى. شوفوا لا زامي هذه هي اللبسه الثانيه اللي لبست، نخليها لكم هنايا. دابا انا بغيت نلبس شي حاجه بازيك، فهمتوا؟ بغيت نلبس شي حاجه بازيك، بغيت غير كروب توب وسروال ماشي كروب توب، ولكن ما عنديش حاجه غير كروب توب. ما نكذبش عليكم، ما عرفتش علاش الصيف خاصك ناخذ لك كروب توب لك كروب توب لك كروب توب، ما عرفتش علاش ما خديتش شي شيرت، ما خديتش لا تيشيرت. هاد الكرانيش فقصوني جابوا لي الله بحال هما مخسره لي اللبسه، كيبان لي راسي مشعكة. شوفوا هاد التريكو ولبست هاد السروال، جي زوين كوميم، حسن من ديك الغوز المربع. بلاش نقلب لي واحد التريكو اخر لقيته، واخيرا لقيت واحد التريكو اللي عجبني، لقيت هذا زوين. هاد التريكو شحال كيعجبني وشحال هو موضه، مكنتش كنقلب عليه ولد، باش نقلب لي واحد التريكو اخر ويبان لي. دابا هذا زوين، بس هذا مع داك الجيل اللي كنت لابسه قبل، غادي تجي لبسه زوين. او تفوت ديال الدراسه، الصراحه كون كنطوي شويه يكون ديال الدراسه، ديال الدراسه صافي. لي زامي غادي نزيد شويه ديال الاكسسوار، بلاش نجيب الاكسسوار ديالي. العقيق 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 العقيق، قولوا لي اما حسن ندير هادي ولا هادي؟ كدويوش ندير هادي، هادي كتجيني ثقيلة بزاف، ديرو غير هادي خفيفة وزوينة فيها لوف 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 لوف. شوفو صافي، وغادي نهز طاكي الغوز وغادي نلبس جوردن ديالي اللي فيها البيض الغوز وصافي. هادشي اللي غادي ندير وصافي، وغادي ندير شي شميعة الشعر حيت دابا هو ممصيبش، واخا كيبان زوين كلشي ولكن مغاديش نخليه مطلوق، نقدر نخليه مطلوق من اللور. صراحة مكانش ندير شي كوتشوفر هنايا، شهيتا غنجربو غنجربو صافي.
فرحانه وقف قلت لي غندير لك العصا انا راه جايب معايا كابلي باش نطبخك هذا الكابلي اللي ما عطيتك قتلك العصا ما كانش على هذه الغبره لا قولي لي مالك لا قولي لي اشرحي لي اشرحي لي فهمتي لي انت شنو تزوجتي انت شنو رجعت تزوجي غتبلوكيني تقول لي كلشي جاي علاقه في الاخر زعما نكراتني وحق الله زعما كنقول لها اجي عندنا راه ما تنطلق وكتقول لي انا مكينه يا شكينه 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 انا ما نكرتكش والله حتى نكراتني وحق الله وحنا كنت كتجي عندنا لافاك ايوا انت ما تشوفها حضر مدوره انا ما مزوراش والله ما صدقات عندك سبحان الله انا غنضربك شي غنضربك عندك خالد طلقيت هاي عرفتي الناس كيعرفوني كلشي كيشوف فيا كلشي حتي كنصور بلا كلشي حقيقه راه قلت الحرام هادي ما نصحاتنيش ما نديرش لافاك واحد لافاك محشره وكيحفروا فيها كل طرا قرا خاصك تكون كدمروا وتقرا هادي واخا العام اللي زقاني كندمر انا ديك العام اللي زقاني كندخل مع صحاب ايكونومي ما تضر كيتفرج فيا ماشي يطلع لي عوام عند مقطع ديك لطوني يموت اللي ما كلاش يموت المهم غتموت انا كنجي لافك غير حيت كيعجبني هاد الشجر وتسمى زوينه كتشي حاجه صوري راه ميت عاوتاني عاوتاني شي دالة مش عارفش ترسمها والايلاينر كطير بيه كنقراوهم في الباك باقيين كيشوفوا واش عاقلين ولا ما عاقلين انا عاقله انا قرايه فيزيك انا بقيت عاقله بزاف ولكن دابا كنحاول نفكر في شي العيبات صراحه داك الشيء زوين اي سي اي ار شنو القط كهرباء علاش كهرباء شنو القط شنو القط ترين كل خفيف هذه القط حاسه بصح شي مره مش بصح شنو القط والله الا كاينه شنو القط ديال الكهرباء وكاين الثنائي القطب راه قريناها في وين كاين في فيزياء كاين في فيزياء ولكن قريناها صاحبتي في السابعة وين كاين في قراية ثنائي القطب كاينة كاينة في القراية بالضبط كنا كنخرجوا طو اكسبونسيال ديال طو طو كتساوي انا على هذيك طو 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 على واحد على جوج تقول لها طو على جوج ما عرفتش لها وطو كتساوي ال على ار طو كتساوي ال على ار طو كتساوي ال على ار
اغ شحال كتساوي هي كانت طوب كتساوي ال على اغ اغ كتساوي القرايه كتساوي ال على توتال ال كتساوي اي كتساوي طو الا كانت كتساوي ال كتساوي طوب اغ هاي قدام هذه راه ال كتساوي طوب اغ انت اغ شحال كتساوي اغ كتساوي الا درجنا اغ على ال على طوب هاد اللعيبات كاع ماشي نخدمو فيهم انت بغيتي ترجعها تتساوي عرفتي ما كتساويش اوكي ما قلتش كاع شي اسماء في الفيزيك في باكس في 17 والامتحان قدام كيجي فيه واحد كذابه هادي شوف واش بقات تقول لكم ما قرايش والله حتى كانت قرايه عرفتي شنو ما كتخرجش رميت الشقه كانت كتبقى تقرا بزاف انا كنت كنفكر ديك القرايه مع العصابه الاولى كانت هذه من ذاك النوع اللي كيجلس مع العصابات وكيخرجوا للعيبات ولكن قرايه عشان كيبقى يجي قدام باب المدرسه كنبقى نطبق حيت كنت نعرف نغني كيف بتمو اسبابي فوتو مشاكلي اسبابي الناس اللي تاكيني وتشكيلي اسبابي الخوف اللي راكبني صباح وليلي اسبابي طريق اللي كتبان ليا مظلامة طريق الفينا شحال تحفاري كان سكيبي بلاد الفرص جيب الاب ولو حسيبي استيفا نفسي من العباد تضلي تحيفي استيف شباب تقصد بحورة وسط ظلامة ظلامة روحي وأناني كان عايشو بلاد ما بغاني كان واسي مومي بغاني جينا الماكدو اللي الله ما يتغداو حيت شي داك الطون داروا لنا حار بزاف وانا كاع ما كليتش بقى فيا الجوع قلت لهم يلا نمشيو الماكدو ناكل شحال ما كليتش ماكدو فاش كنمشيو بنات خالاتي كنوا مستعيا راسي بماكدو دابا توحشوا اصلا ما قلت لك بغيت توحشي مش خطا بيطا خطا بيطا خطا بيطا اه اجا ما قلت توحشي الحاجه دابا كليت شو الصوامين عشان عطيني سير سير تش نقع عليهم سير تش نقع عليهم سير جيب لك كيتشوف لا 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 ما تسلموش علينا قول لهم صاحبتي كتاخذ ثلاثه غير بوحدها قول لهم لا وزير الداخليه حطي انا وزير الكيتشوف سيري عندو قولي لي تخرج عينيك برا حنايا خلطه الرزق لما عطينا لينا نمشي حبس باقي كنصور بالصحة Thank you for watching طيب طيب أختي طيب حتى دبانة دبش حتى غلطة من مخيدي ايوا لازمي كان هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم جيسبر يكون عجبكم واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليوا ليا لايك وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم وتخليوا ليا كومونتير زوين وبيزو باي باي